أما أنا بقى فتحت شركتي، مش محتاج أقول لكم بقى أننا في خلال 3 شهور كنا الشركة رقم 1 في مصر. الخوف والجبن والتردد ممكن يضيعوا عليكم فرصة عمركم، والمخاطرة الزيادة برضو ممكن تخسركم كل حاجة في لحظة واحدة مش محسوبة. عشان كده لازم نعرف امتى نخاف وامتى نخاطر، والأهم من ده نعرف امتى نستغل الفرص. انطلقوا. ماما وبابا كمان بقوا يروحوا لدكتور شيرين، وحالتهم بدأت تستقر وطباعهم بتتغير. منهجه استثنائي. ودكتور شيرين كمان هو نفسه بقى بيروح لدكتور نفساني. مش عارف أبدأ منين، أبدأ إزاي يا دكتور؟ وإحساس غريب يعني، أول مرة مر بيه. ده شيء طبيعي، بس لازم نقدر نفكر إزاي هنخرج من الحالة دي. نفكر. مشكلة بقى يا دكتور إن أنا عاجز تماماً عن التفكير. أول مرة مر بحالة زي دي. صدمة. حاسس إن الوهم معشش جوايا. ما تقلقش، واحدة واحدة هنقدر نتخلص من الوهم ده. استثنائي. وبقينا نتلم كل يوم جمعة، وبقينا أسرة واحدة. فرويد كان بيقول إن التشاؤم بيؤدي للضعف، أما التفاؤل فهيوديك للقوة. وتقريباً المقولة دي عجبت سليم جداً، عشان كده بقى يتخيل الأحسن. وانتوا كمان حاولوا تتخيلوا الأحسن. لو ما عرفتوش أنا عيادتي مفتوحة 24 ساعة.